واحد يقول ما هو السند الكتابي للمطانية، وهل عندما اصنع مطانية الابي الروحي اكون قد خالفت قول الكتاب للرب الهك تسجد واياه وحده تعبد؟ هي كلمة مطانية لغويا يعني توبة، فبتطلق على السجود الى اخر. لكن علشان اريح صاحب هذا السؤال، السجود على انواع. السجود العبادة لله وحده، حد لا يناقش فيه، وانت لما تضرب مطانية لأبيك الروح ما بتعبدوش. لذلك الكتاب في الوصية يقول لا تسجد لهن ولا تعبدهن. فيبقى أول نوع من السجود هو سجود العبادة. ثاني نوع من السجود هو سجود الإكرام والإحترام، ونجد له أمثلة كثيرة في الكتاب المقدس. داود سجد له كثيرون، حتى مراته في الشفع سجدت له. وفي العهد القديم نجد ان ابراهيم ابا الاباء سجد لبني حسد لما جه ياخد منهم مقبرة عشان يدفن فيه، ولو تتتبعوا كلمة السجود تجدوها كتير. لكن في العهد الجديد يقول لك في مباركة ربنا لملاك كنيسة فيلادلفيا، سمح له بأن يسجد له، بل كانت بركة من ربنا. بيقول له ايه؟ فأنا سأجعل في رؤية 3:9، فأنذا أجعل الذين من مجمع اليهود من القائلين إنهم يهود وليسوا يهودا بل يكذبون، فأنذا أصيرهم يأتون ويسجدون أمام وجهك ويعرفون أني أنا أحببتك. يعني من البركة اللي أعطيت لي إن هيخلي أعداء دول يأتون ويسجدون أمام وجهه. وفي البركة التي أعطاها أبونا إسحاق لابنه يعقوب، قال له كن سيدا لإخوتك وليسجد لك بنو أمك. هل يسجدوا هنا يعني يعبدوك؟ يعبدوك لا، إنما هو سجود الاحترام والإكرام. ومن ضمن سجود الاحترام أيضا سجودنا أمام الهيكل، أمام المذبح، كما قيل في المزمور: أما أنا فبكثرة رحمتك أدخل إلى بيتك وأسجد قدام هيكل قدسك بمخافتك. فهل احنا بنعبد الهيكل؟ لا، انما احتراما واكراما له نسجد امامه. الامثله كثيره.
يبقى فيه سجود العبادة وسجود الاحترام والإكرام. ثالث نقطة سجود الاعتذار أو التوبة اللي أخذت منه كلمة مطني. شخص تخطئ إليه فتضرب له مطنية وتقول له أخطيت. لما بتضرب له مطنية هل أنت بتعبده؟ لا ما بتعبدوش. نعمل من الاعتذار والاستغفار. بتطلب مغفرة. يبقى في عندنا سجود العبادة، سجود الإكرام والإحترام، سجود الاعتذار والاستغفار. فما تطبقش الآية بتاعت للرب إلهك واحد تسجد إياه واحد تعبد، يعني مرتبطة هنا عبارة السجود بعبارة ايه؟ العبادة. وأول مرة قيلت فيه هذه العبارة كانت بالنسبة للوصايا العشر. يقول لا تصنع لك تمثالا منحوتا ولا صورة مما في السماء ومن فوق ومع الأرض من تحت الأخر. لا تسجد لهن ولا تعبدهن. برضو مرتبطة كلمة السجود بالعبادة. فالسجود اللي هو للعبادة هو لله وحده. هو لله وحده. فما يتعبش ضميرك وانت تروح لأب اعترافك وتضرب له مطانية تانية وتقول له مطانية دي علشان انا اخطيت اليك وشكيت في احترامي ليك بالسجود ولا خلفت الكتاب ولا حاجة. اقول لك ها انا ساجعلهم يأتون ويسجدون امام رجليك. ده بركة من ربنا اعطيت.